رواندا أول محطة نقف عندها في قراءة صحف شرق إفريقيا، حيث توقفت دنيا تايمز أن المخطط الاستثماري بقيمة 80 مليار دولار الذي أطلقته مجموعة سبع لإفادة القطاع الخاص بإفريقيا، مبرزة أن هذا المخطط الكبير الذي يمتد على مدى 5 سنوات سيساهم في تسريع التعافي الاقتصادي وتحفيز نمو مستدام في إفريقيا. وأشارت اليومية نقلا عن نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية سولومون كاينر إلى أن هذا المخطط الاستثماري سيدعم أيضا أهداف التنمية على المدى الطويل الاقتصادات الإفريقية التي اضطر كثيرا جراء أزمة وباء كورونا. وفي كينيا كتب ستاندر أنه يتعين على الكينيين الاستعداد لبدء العيش وفق ظروف صعبة فرضها صندوق النقد الدولي خلال السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليوز. وأشارت إلى أن كينيا وافقت على عدد من الشروط بعد مصادقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضا لمساعدتها على مكافحة تفشي وباء كوفيد-19. أما في إثيوبيا توقفت إثيوبيان هيرالد عند تصريحات الوزير الأول أبي أحمد الذي أكد فيها أن تعزيز الاندماج والتعاون الإقليمي يشكل وسيلة لمواجهة التدخلات الخارجية غير المبررة في إثيوبيا. وأضافت اليومية أن أبي أحمد أبرز خلال تدشين ساحة كبرى بالعاصمة أن إثيوبيا تعمل من أجل تحقيق السلم والتقدم المستدام لفائدة شعوب المنطقة وأفريقيا برمتها.